السلام عليكم. نحن هون في مدينة معرض النعمان، في المسجد الكبير، الجامع الكبير مدينة معرض النعمان. كل سنة من أول شهر رمضان بيقوموا بتنظيف وبترتيب وآخر يوم مشان استقبال شهر رمضان، وكل عام وأنتم بخير. هذا المسجد زاير جامع كبير مشان هاي سنة رمضان الشهر، عم ننظف الجامع الكبير، فرحانين عم تاني يوم بده يجي رمضان. وينها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجعل شهر رمضان مبارك علينا وعلى جميع أمة الإسلام أجمعين. شهر رمضان السابق أيام قبل كانت العادات حلوة ومرتبة، الأسواق عم بتغص وبتبلع من العالم، وكله اللي عم يرقد على شراء الأكل وعلى شراء السحور وعلى هالشغلات هاي اللي هي لازم، هي كلها يتم لازم، لانه يعني لانشاء رمضان رياحه للمعده وعباده وكذا، هن مفكرين انه اكل وشرب. رمضان الماضي مو مثل رمضان هذا رمضان احسن، لانه بلشت العالم لا في قصف ولا في طيران ولا في شيء، والعالم بلشت ترجع على بيوتها وتعيش بين اهلها كاشو وجمع للاحباء وللعادات القديمه وللتآلف والمحبه. ونحن بنقول الله يسامح كل شيء كان بدمار هالبلد. عادات وتقاليد الكبيرين قبل كانوا يلموا بعضه، مثلا لو يكون العائله بيت فلان يلموا بعضهم، بصير الكبير اللي فيهم بروح على الصغير كيف شلون اشو ناقصه اشو لازمه، لانه ما في عائله الا فيها غني وفيها فقير. كيف كيف الغني بروح بمر، هو شهر التسامح والمحبه والالفه، بمر اشو ناقصه اشو كذا وببارك له، وبيعزموا بعضهم على فطور. وبتعرف انت البيوت الدمشقي والادلبي يعني انه السفر بيكون ممدوده لكل الطائفة ولغير الطائفة، يعني للأقارب وغير الأقارب. وعنا هون مثلا نضرب مثال، عم نوال جامع كبير جزاه الله خيرا لكل شيء دعمه، كان كل نهار المساء فطور على حساب أي جمعية ما بعرف، بس كان في فطور والعالم تنزل من هون تروح تفطر، وعادات حلوة كتير كتير حلوة. وهلأ منقول إن شاء الله وبإذن الله بترجع البلد مثل ما هي والعادات مثل ما هي، لأنه خفت المحبة وخف الشعور، يعني إنه أنا أشعر بأخوي. كان قبل نشعر ببعض، هلأ ما بقى نشعر ببعض، هلأ الأخ مو لأخوي والجار مو لجاره. كيف كيف بس إن شاء الله بنقول بإذن الله بترجع هالعادات وبيرجع كل شيء مثل ما كان قبل. اهلا وسهلا فيكم وميت السلامة وتشرفوا. والله رمضان الماضي كان بالنسبة لأهل المعرة يعني وضعه سيء بسبب القصف وسبب النزوح اللي كان فيه، وكان الريف الشرقي والريف الغربي ما حدا بيحسن ينزل على المعرة بسبب القصف، وما كان حدا يسجر ينزل. بس الحمد لله بسبب هالهدنة هاي اللي صارت، واللي إن شاء الله الله يتممها بالخير لكل الشعب السوري، الحمد لله رب العالمين، كانت خير وكانت رجوع عدد من النازحين بكثافة لبلدهم، وكان كثافة الريف الشرقي والريف الغربي لمدينة معرة النعمان يعني رجعوا إلى بكل خير وباطمئنان. يعني وقت الواحد بده ينزل يتبضع من المدينة
كان ينزل خايف، والان عم ينزل الحمد لله رب العالمين، عم ينزل مطمئن، وان شاء الله بتم الوضع كويس وبصير لاحسن ان شاء الله. بالنسبه للوضع التجاري للمدينه، يعني الوضع التجاري لا يشكل 20% بالنسبه للسنه الماضيه على موجب السنه. السنه الحمد لله رب العالمين الامور تحسنت كثير بوقف القصف، وصارت يعني الحركه لا تقل عن 70-80%، وحركه جيده. وبالنسبه للبضاعه صارت تامين مناطق النظام او مناطق المعارضه، مناطقنا صارت كويسه، وصارت تبادل تجاري بالنسبه للاكل وللشرب. وبالنسبه للوضع الاسعار السنه اخف من سنه الماضي، والاسعار يعني ارحم بما انها كثرت وصار منافسه بالاسواق، وصار يعني البضائع المنتقيه والبضائع الغير الفاسده والغير المضبوطه ترجع لاصحابها ولاهاليها، ما تم غير بضائع كويسه واسعار كويسه. الحمد لله رب العالمين، رمضان هاي السنه بيختلف عن رمضان السنه الماضي. السنه الماضي كان قصف من الطيران الروسي ومن الطيران السوري، وهون بسوق الخضره صار مجزرتين ثلاثه. ورمضان هاي السنه بيختلف عن رمضان السنه الماضي. رمضان السنه الماضي كنا ما نحسن نبسط، ما نحسن نقوم باعمالنا اليوميه باعتياد بسبب الطيران وبسبب المجازر اللي كان يقوم بها النظام، وما كان الناس من الريف يحسنوا يجي لهون على البلد كمان بسبب الطيران والضرب. والحمد لله رب العالمين كل شيء متوفر بالاسواق والاسعار مناسبه لكل المواطنين، والحمد لله رب العالمين، والله يجعله رمضان خير وسلام على الناس كلها اجمعين يا رب. خمير يا سوس المدور طيب من عنا، صلي على طه تدهنى، عاشق النبي صلي عليه تربح، يا من تصلي على طه النبي تربح، جنات ربي هي المكسب هي المربح، بالعاشق النبي صلي عليه. شهر رمضان، لانه العالم برمضان كثير تطلبها، يعني جاينا رمضان مبارك ان شاء الله عم نجهزها نحن. يعني بنتبع كذا شغله، الكنافه بنشتغل فيها، فيصليات، كنافه، عش العصفور مثل الشباب بيشتغلوها. عم نجهز لتجهيزات رمضان يعني بكره ان شاء الله. الآن بسبب الله حقه حقه تأمينه.